اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. صلى الله عليه. ولذكر مولده يسن قيامنا أداباً لدى أهل العلوم تأكدا. صلى الله عليه. وبأكمل الأوصاف وجاء نبينا وبدا يهلل ساجدا متعبدا. صلى الله عليه. إذ لاخ مختونا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد يا انهج إلى العلياء نهج مثابرين واعكف على أبواب عبد القادر وارم اختيارك في اختياره وانطرح إن شئت أن تحظى بنور سافرين ودع الطموح إلى الدنا وطلابها لا يلتقي الضدان بعد تنافرين واسلك طريق القوم سادات الملا من طلقوا أنثى الزمان العاقرين واستمسكوا بالعروة الوثقى رضا واستشعروا حب الإله الغافرين وتعرفوا للمكرمات وأهلها وتضرع وتضلعوا بمعارف وذخائر أخذوا من الدنيا بلاغهم وما جمعوا لها جمع الحريص الساهر من مدخل الخيرات لج لا تنكفي قد جزت أعتاب مقام الفاخرين ودلفتني الحسنى بخير مجالس ومجالس ومجانس ومؤازر من كل فج للمعارف والعلا متلهفين إلى العطاء الوافرين من منبع الفيض المسربل بالسناء من منبع الفيض المسربل بالسناء مستودع الأسرار عبد القادر من خلفوه خليفة للمصطفى أسلافه كم من إمام كابر أهل الطريقة والحقيقة والحياء أهل الشريعة والبناء العامرين جبلوا على التقوى فذاقوا صفوها وبها ارتقوا في سلم متواترين عكفوا على الأعمال حتى أشرقت منها الوجوه شروق شمس الهاجرين يستشعر الرحمن عند لقائهم وتشم أنفاس النبي الطاهرين وينال من بركاتهم متعطش ويبوء بالخسران عقل مكابرين لم يخرجوا بمقامهم عن شرعة وخوارق العادات عين بشائرين تلك البراهين التي قد عجلت بشرى لهم وردت بنص ظاهرين وجرت لهم منها الكثير وأكرموا لما استقاموا في المقام الطاهرين وحديث خير الخلق أثبت للورى
وحديث خير الخلق أثبت للورى صدق الخوارق في الرعي للغابرين. ما الشرع إلا أن أهذب سيرتي وسريرتي لأذوق سر مشاعري وأرى الحقائق قد بدت مشهودة عين اليقين كضوء بدر سافرين. دع عنك عذل العاذلين وحالهم فلقد تغشاهم ظلام بصائرين. عكفوا على الزلات دون تخوف وتجرؤ في خسة وتآمري عصفت بهم نوب النفوس إلى الشقاء طمست بصائرهم بطمس شعائرين. لا يدركون مكامن السر الذي من فيضه سطعت حروف دفاترين. عجبوا وحسبهم الحجاب رزية مسخوا وهاهم في صراع دائرين. يتجاذب التنظير منهم موجة سبحت على تيار بحر هادري ماتوا برغم وجودهم وتبددوا رغم التجمع في المحيط الزاخرين. عد بي إلى هذا المعين فلا أرى نورا سواه أنار في مشاعري. عد بي إلى هذا المعين فلا أرى نورا سواه أنار في مشاعري. ملك العنان وقادني نحو الهوى من غيره في الأرض طمأن خاطري. ثم الصلاة على الحبيب محمد والآل والأصحاب نور بصائري والتابعين لهم بإحسان كذا شيخ الطريق إمام عصر السائر. انهج إلى العلياء نهج مثابرين واعكف على أبواب عبد القادر والحمد لله رب العالمين.